this couldn't be worse. I'm hurt. She said hurt people, yeah. She said hurt people, yeah. She said hurt people. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة الوحدة الخامسة للصف الثاني الثانوي وهي بتتكلم على used to واستخدامها. أول حاجة بسم الله. أول حاجة هناخدها used to. بيجي بعدها الانفينيتيف اللي هو المصدر للفعل. مالها بقى ديت؟ قال لي تعبر عن حدث في الماضي ولم يحدث الآن. يعني كنت متعود اعمل حاجة زمان لكن دلوقتي بقتش ايه اعملها. ازاي؟ I used to play فوتبول. يعني كنت متعود ها لكن دلوقتي ما بقى ايه ما بعملهاش. but now ولكن الان I don't that لم افعلها. تمام؟ دي اول حاجة. طيب قال لي النفي، قال لي فاعل زي الماضي البسيط فاعل didn't والمصدر اللي هو use to. ما اقولش used ليه؟ انا جبت did. مادام جبت did يبقى هناخد use الفعل في المصدر الانفينيتيف تاني. I didn't use to drink milk. تمام؟ السؤال بمعنى هل نفس الكلام did وفاعل والايه والمصدر من used اللي هو use to وبرضو الفعل infinitive اللي بعدها. ازاي؟ did you use to play football؟ فطبعا هنقول yes we know yes I did no I didn't. ادي did. تمام؟ في السؤال بمعنى هل. طب في السؤال بال WH did وفاعل وبرضو use to والانفينيتيف بعدها. طب الهدف كله ايه؟ انا عايز اقول ان مادام في did يبقى باخد ايه use. ده استخدام used to تعبر عن عادة في الايه في الماضي ولم تحدث الآن. طيب في حاجة تانية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي am وis وare وينفع بدل am وis وare get. وطبعا مع الجمع get لكن مع المفرد gets. مع مين المفرد؟ يعني am و is و are get او gets يحلوا محل am و ايه و is و are. مالهم دول؟ قال لي بيجي معاهم used to. used ايه؟ used to. بس هنا بقى بجيب الفيرب ing. ايه بقى الكلام ده كله؟ ايه العبارة دي؟ قال لي دي بقى ايه؟ تعبر عن عادة في ايه؟ في الماضي وما زالت حتى الآن. يعني كنت متعود أعمل حاجة زمان لكن لسه مستمر أعملها لحد الوقت. يعني مثلا والدك ربنا يديله الصحة أو والدك قول يا رب يا رب كان متعود زمان إن هو يلعب كرة قدم ولسه مازال بيلعب كرة قدم. يبقى نستخدم مين؟ am و is و are أو get أو gets used to الفعل ing اللي كان زمان لحد الإيه دلوقتي لسه مستمر. my father is used to playing. تمام كده؟ playing for ايه؟ football. يعني عايز نقول ايه هنا؟ فاعل عاقل يعني ايه؟ انسان. يبقى am و is و are get او gets my ايه؟ my father انسان is used to والفعل ing ايه؟ ing. طيب
ادي استخدام التاني ليوز تو. يعني عندنا يوز تو فاعل على طول، فاعل ايه؟ على طول. يوز تو الفعل في المصدر تعبر عن هدف الماضي ولم تحدث الان، في الفعل فين؟ في المصدر، ده انسان. طب لو انسان تاني عاقل ام واز وار او جيت او جيتس، يوز تو الفعل اي ان ايه جي تعبر عن حدث، عن عاده في الماضي او حدث كان متعود ان هو يفعله زمان ولسه ما زال لحد ايه دلوقتي. هندي الكلام ده كله ونشوف اللي جاي بعد كده. الجزء اللي بعد كده احنا قلنا فاعل يوز تو الفعل في المصدر، فاعل عاقل ام از وار وجيت او جيتس، ويوز تو الفعل اي ان ايه جي. تمام، وقلنا الفرق بينهم. قال لي بقى لو هنا في شيء، شيء يعني ايه؟ غير عاقل، شيء غير ايه؟ عاقل يعني مش انسان. وقال لي ام، طبعا ما ينفعش ام، صح كده؟ يبقى شيء ما ينفعش مين؟ ام، يبقى ناخد مين؟ قال لي از يا ايه؟ يا ار. شفت انا بعمل ايه؟ عملتها ام، قلت لك لا ده شيء وام بتيجي مع الاي بس، يبقى هنا ما ينفعش ام، يبقى از يا ار او جيت لو جمع او جيتس برضه. مالها بقى الكلام ده كله؟ قال لي بيجي معاها يوزد تو، يوزد ايه؟ يوزد تو والمصدر، او بدل تو يبقى فور والفيرب اي ان جي. معناها ايه دي بقى؟ هنا معناها الفعل الاساسي بتاعها، يعني المعنى لو انت كتبت في القاموس في الديكشنري كتبت ايه؟ يوز، يوز معناها ايه؟ يستخدم، يوزد استخدمه، يبقى هنا معناها ايه؟ يستخدم او يستخدم، يبقى المعنى الاساسي بتاعها. يبقى مثلا انا الكرسي، الكرسي، الكرسي يستخدم للايه؟ للجلوس. القلم يستخدم للكتابة، تمام كده؟ ازاي؟ اقول ايه؟ the pen is used to write، تمام؟ لو انا قلت ايه؟ the pen is used for، يبقى هنا نقول ايه؟ writing، يبقى نحط له اي ان ايه؟ اي ان جي. يبقى خلي بالنا قوي من الجزء ده. يبقى انا عندي يوزد تو الفعل في المصدر، مفيش فيرب تو بي، لو في ام واز وار وعاقل يبقى اخد الاي ان ايه؟ جي، تمام كده؟ نقول تاني، فاعل عاقل يوزد تو والمصدر، فاعل عاقل يوزد تو والفعل في المصدر، فاعل عاقل ام واز وار اللي هو فيرب تو بي، جيت او جيتس يوزد تو والفعل اي ان ايه؟ اي ان جي، عاقل. طيب لو قال لي غير عاقل شيء از وار وجيت وجيتس ويوزد تو والمصدر او فور والفيرب اي ان ايه جي، فور بتجيب الفيرب اي ان ايه جي، معناها يستخدم، معناها ايه؟ يستخدم. طيب كده استخدام يوزد تو. في قال لي ايه تاني؟ قال لي في كلمات انا بستخدمها تعبر عن عاده، تعبر عن ايه؟ عاده اللي فين؟ في الماضي. ازاي بقى؟ نرجع تاني لايه؟ الجزء الاولاني، انا قلنا استخداماته يوزد تو ام از وار ويوزد تو الفعل اي ان جي، بنعيد تاني اهو، فيرب تو بي يوزد تو المصدر لو كان شيء، او فور وتو الايه؟ فور والفيرب اي ان جي. قال لي فاعل عاقل بقى اللي هي الاولانيه، فاعل نو لونجر، الكلام ده كله لو فاعل جمع بيبقى هنا المصدر انفينيتيف، لو فاعل مفرد نو لونجر والفيرب اخره ايه؟ اس، تمام. في كلمه كمان بتساوي نو لونجر اسمها نو مور، نو ايه؟ نو مور. مالها دول بقى؟ سوري، انا بستخدم مكان بدل يوزد تو، يعني مثلا اي نو لونجر ووك to school. معناه ايه بقى؟ انا لما اعتاد انا ايه؟ ان اذهب الى المدرسه على رجلي، اذهب للمدرسه ماشي، يبقى دي ايه؟ ما كنتش متعود عليها. قال لي طيب no longer او no more فين؟ في النص، وبعدها الفعل لو كان مفرد يبقى الفعل اخره اس، لو جمع الفعل فين؟ في المصدر. مالهمش مكان تاني؟ ملهمش مكان تاني؟ قال لي ليهم مكان تاني، فين؟ في الآخر، بس هنا بتكون الجملة منفية ومحطش نو، ازاي؟ اسمها اني
longer. Any more. فاكرين any؟ any بتيجي في حاجتين، في الجملة المنفية وفي الجو ايه وفي السؤال. يبقى any من زمان معروفة، any في السؤال واني في الجملة المنفية. هنا هناخدها في الجملة، يبقى بالتالي لازم تكون هنا جملة ايه؟ منفية وفي المضارع البسيط. اه نقول ايه فاعل؟ مين؟ don't او doesn't، تمام؟ والفعل فين؟ في المصدر. يعني لو انا عايز اجيبها زي المثال اللي فوق هنقول ايه؟ I don't walk to school any more. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى any more تعبر عن عادة في الماضي ولم تحدث الايه؟ الان. تمام؟ في حاجة تاني؟ في حاجة تاني؟ اه في حاجة تاني. ايه هي؟ الكلمات اللي بتساوي used to. used to يعني ايه؟ used to معناه اعتاد عن. يعني ايه؟ معلش يا جماعة لو في لفظ كده ولا حاجة اتقال عشان عندي برد، فاقفل مناخيري شوية بس عايز ما اتأخرش عليكم على المراجعة. قال لي ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي used to، قلنا اعتاد عن. اعتاد عن. طيب في كلمات تانية في الانجليش بتساوي بمعنى اعتاد. عندنا usually، عندنا ايه؟ كلمة usually. يبقى بالتالي كلمة usually بتساوي used to في المعنى. يعني ممكن هيقولها ايه؟ I usually played بدل I used to play. تمام؟ يبقى I usually played هي I used to play. طيب ايه تاني؟ قال لي فيه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، كمان زيد النبي صلى عليه الصلاة والسلام. عندي اللي هي كلمة habit. كلمة ايه؟ habit اللي هو عادة. ديت بنستخدمها في الماضي، بيكون فاعل عاقل مثلا انا اعتدت ان، او انها كانت عادتي ان اعمل كذا كذا كذا. يعني ممكن اقول ايه؟ it was my habit to play. ممكن اقول ايه؟ it was my habit for playing. يعني ممكن habit to والمصدر او for عموما، to بيجي بعدها الفعل في المصدر ما عدا حاجات معينة بناخدها ونعرفها. يبقى انتفقنا ان كلمة habit ماشي اعتادة بتساوي used to. يعني ممكن اقول ايه؟ I used to play tennis when I was young. بدلها ممكن اقول ايه؟ it was my habit to play tennis when I was young. يعني الاتنين بيساووا ايه؟ بيساووا بعض. يبقى كده احنا خلصنا مراجعة الوحدة الخامسة. ارجو ان تنال اعجابكم وانتظروني نشوف الاسئلة عليها. ورجعنا تاني مع الاسئلة. بيقول لي number one، عمر games every day he no longer does that. يعني هو لم يعتاد او اعتاد ان يفعل هذا. يعني كان الاول متعود ايه؟ ان هو يفعلها. يبقى نقول is used to playing، is used for playing. تمام؟ used to play، is used to play. طب احنا ما ينفعش نقول ايه؟ is used to play، علشان هنا لو كان عاقل ما ينفعش نقول verb to be والفعل عين ايه؟ جي. بناخدها مع الغير العاقل. تمام؟ used to اعتاد ان ايه؟ يلعب العاب كل ايه؟ يوم. he no longer، بس ايه ده؟ بس احنا قلنا في الاخر ان he no longer does that، يعني هو ها اعتاد ان يفعلها فين؟ في الماضي. لكن دلوقتي ما بي ايه؟ ما بيفعلهاش. يبقى ناخد مين؟ يبقى دلوقتي ما بيفعلهاش، يبقى كان متعود زمان. مين؟ used to play. number 2، he used to fishing. فعل عاقل used to، يبقى ناخد الفعل فين؟ في المصدر. enjoy، enjoyed، enjoying، enjoys، المصدر من غير اي حرف اضافة زيادة، ولا اس ولا ان جي ولا اي دي. number 3، he spend all his free time writing he doesn't know. هو لم يفعلها الان، يبقى كان متعود يفعلها زمان وعاقل. يبقى is used to، uses used to، هتبقى used to. money is used to things، فلوسي شيء.
يبقى is used to والفعل فين؟ في المصدر، صح ولا غلط؟ لكن ما ينفعش نحط لها ing، بنحط لها ing لو كانت عاقل، يبقى ناخد مين؟ by. sleep early، sleep early. was he using to؟ did you use to؟ is you is he used to؟ is he using to؟ طبعا انا بتكلم على عاقل، يبقى ناخد did he use to الفعل في المصدر. my grandfather on his farm now he does that no more، ولكن الان او الان هو لم يفعلها، يبقى كان متعود زمان يفعل هذا، يبقى نقول ايه؟ used to work. تمام. اللي بعدها تونجس، تونجس يعني ايه؟ يعني الكماشة، يبقى شيء غير عاقل، are used، يبقى بناخد ايه؟ يا اما تو المصدر يا اما الفيرب اي ان جي. عندي هنا الفيرب اي ان جي، ما ينفعش اقول يوزد تو تو، استنى نشوف الفيرب. عندي holding يبقى ناخد for. a calculator do sums، الحاسبة تقوم بحل المسائل، المسائل ده ايه دي؟ ده شيء غير عاقل، يبقى verb to be used to وايه؟ والفعل فين؟ في المصدر، صح؟ calculator، صح؟ يبقى ناخد is used to. عندنا he hasn't always go to work by bus، how did you؟ يبقى هنا wh did وفاعل، ويوز تو والفعل فين؟ في المصدر. my uncle likes playing chess every day، عمي كان يحب لعبة ايه؟ التنس كل يوم، كان بقى زمان. when he was young، عندما كان صغير. طيب he play doesn't use to isn't used to didn't use to، دي عادة كان في الماضي ولم تفعل لم ايه؟ يعملها، يعني هو دلوقتي likes، كان بيحب ولا بيحب دلوقتي؟ لا دلوقتي بيحب، ما قالش ايه liked، ما قالش ايه liked، يبقى هنا ده مضارع، يبقى دي كانت عادة في الحاضر ولما كانش بيعملها ايه؟ زمان، يبقى didn't use to. وكده احنا خلصنا مراجعة الوحدة الخامسة اللي بتتكلم على used to وبعض حل الاسئلة عليها. ارجو ان ينال اعجابكم، وان شاء الله تقولوا لزمايلكم علشان يستفيدوا ويتابعونا ويستفيدوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.